ويلكم باك يا بنات، انا هبه. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، اوعوا تمشوا من غير ما تعملوا اشتراك. النهارده هعمل معاكم ديكور لغرف الاطفال، هعمله بحاجات بسيطه جدا كلنا بنرميها في الزباله كل يوم. تعالوا معايا نشوف. اول حاجه ده ورق كرتون من اي كرتونة جهاز كهربائي او اي كرتونة بيجي فيها حاجات وبنرميها، وزي ما انتوا شايفين هو متبهدل اصلا، بس احنا هنحوله لحاجة جميلة. انا زي ما انتوا شايفين كده بالمسطرة وبالقلم الرصاص هظبط الحواف بتاعة الكرتون بحيث ان هي يا تبقى مربعة بالظبط يا تبقى مستطيلة بالظبط، علشان تبقى مظبوطة وتبقى كلها مش مايلة وما فيهاش اي ميل او اي اعوجاج، تبقى كأنها زي البرواز بالظبط زي ما انتوا شايفين بحدد بالمسطرة. هبتدي اخد من كل جنب علشان اعمل مربع جوه المربع، بحط حرف المسطرة على الخط اللي انا رسمته واعمل خط بالحرف التاني علشان تبقى المسافات كلها متساوية من جميع من جميع الجهات، وهبتدي اني اقطع بالكتر. انا كده حددت الحواف من بره، وهبتدي دلوقتي اني اقطع المربع اللي جوه علشان يبتدي يظهر لي شكل البرواز. خلي بالكم يا جماعة وانتوا بتستخدموا الكتر، لان زي ما انتوا شايفين هو ساعات بيسرح كده لوحده. اهو يا بنات انا عملت شكل البرواز، ابتدى يوضح. في طريقتين. اول طريقة ان انا بجيب التيب ده، التيب ده زي الورق كده اللي هو بيتحط لما بنيجي نلون علشان الالوان ما تتنقلش في حتة تانية، وهبتدي اني اغلف بيه البرواز بالمنظر ده. هقص الزيادات واتني الباقي لورا. هكمل البرواز كله بالورق بنفس الشكل ده، بقى شكله المتغلف وده شكله وهو مش متغلف. ممكن ألونه على طول وهو مش متغلف لو ما عنديش التيب ده، بس هالألوان هتظهر أغمق شوية. دي ألوان بوستر كولر، ألوان مية عادية جدا، هبتدي إني ألون بيها. انا هنا لونت اللي ما فيهوش بطانة، وزي ما انتوا شايفين اللون برضو جميل ما فيهوش اي مشكلة، بس هو بيبقى اغمق شوية من لونه الاصلي علشان الكرتون بيبقى لونه غامق. هلونه كله وهسيبه لحد ما ينشف خالص. انا هنا هلون كمان اللي متغلف. بصوا اللي متبطن شوية بيبقى شكله لما يتلون احلى شوية، لكن هي مش فرق كبير.
بس كده دول كل البراويز اللي انا عملتهم. بعد ما نشفوا هبتدي بقى احط الصورة اللي في النص. الصور بقى انا جبتها منين يا بنات؟ دي كراسات قديمة خلاص خلصت وكانت هتترمي، فانا هاخد الغلاف بتاعها هو اللي عليه الصور، هاخدها بالمنظر ده وهقطعها على قد البرواز زي ما انتوا شايفين. ممكن طبعا نطبع صور على البرينتر، وممكن ستيكرز، ممكن اي صور شخصية، لكن انا عجبتني فكرة الشخصيات دي جدا، واحنا كده كده اصلا هنرمي الكراسات. هبتدي ألزقها بمسدس الشمع أو بأي جلو. أحاول إن أنا أحددها في النص بالظبط علشان تطلع مظبوطة. بس كده خلاص انا دلوقتي بقى هعمل الخلفية بتاعة البرواز علشان نداري الشكل اللي ورا ده. هحط برضو هلزق بمسدس الشمع او برضو بالجلو. وهجيب اي كرتونة عندي هقطعها على قد البرواز بالظبط والزقها. كده شكله بقى نظيف وجميل من ورا ومن قدام. ازاي بقى هلزقه على الحيطة؟ هجيب التيب اللي هو دبل فيس اللي هو بيلزق من الناحيتين، هشيل ناحية من ورا وهحطها هنا وهعمل كده في الاتنين. انا لما اجي الزقه بقى هشيل دي والزق على طول على الحيط. هعمل كده في كل البراويز زي ما انتوا شايفين. ده شكلهم بعد ما خلصوا، شكلهم شيك جدا وجميل جدا. اللي عايز بقى يزود جليتر، يزود فيونكات، يزود اي حاجات تانية، ده يعتمد على ذوقكم، كل واحد زي ما يحب. بس كده خلاص، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملولي لايك وتشتركوا في القناة. مع السلامة.